الجراد بروجكت بتاعي بيسهل الديفلوبمنت بتاع الانوملي بيزد اي دي اسز، وده بيحسن الكمبيوتر سيكيورتي وبيوفر للناس ان الكمبيوترز والنتوركس بتاعتها تكون سيكيور، ويامن الداتا بتاعت الشركات والانديفيدوالز. البروجكت بتاعي معمول اكشلي للممثلين او اكشلي اكتر للمخرج مثلا لتيم مسرحي، بدل ما يعمل ايفالويشن بعينه على كل الناس اللي على الستيج، البروجكت هو اللي بيعمل له ايفالويشن وبيطلع له الايفالويشن از دوكيومنتري عشان خاطر يبقى عارف. مشروع التخرج عباره عن تويتر سمرايزر اي اي دريفن سوليوشن او اي اي دريفن او داتا دريفن ابروتش بتسمرايز التويتر فيد، بمعنى انها بتحدد المين توبكس او المين ثيمز، والكل ميجر توبك بترانك او بتاوتبوت سيلكتد تويتس ريبريزنتيف للتوبك ده. My project is basically about the e-prescriptions which helps in the hospitals and the pharmacies that might help a lot of people while regarding towards the how they are kept their e-prescriptions. الملاحظات اللي بيقولها من الدكاترة وكده في المديسنز that they take will be in the perfect dosage and will not be misplaced or misused ان شاء الله. بالنسبة للمشاريع اللي احنا شفناها النهاردة بتتميز بتنوع كبير في الأساليب المستخدمة في مجالات التطبيق، فيها أفكار كتيرة جدا قبل التطبيق وإفادة الشركات وإفادة المجتمع، وده بيعكس المهارات اللي اكتسبها الطلاب خلال دراستهم في الكلية، مستوى متميز لطلبة كتير قوي. مشاريع كتيرة ممكن تكتمل وتبقى أبليكيشنز تنزل للناس وتشتغل عليها. السمستر ده في بعض المشاريع اللي هي promising وممكن تبقى في صورة product، بس يعني عايزة شغل إضافي، بس بالنسبة لgrad projects يعني معقولة جدا. احنا السنة دي عندنا graduation projects مميزة جدا، في عندنا طالب دخل في المسابقة بتاع ديل اي ام سي وواخد فيها مركز من احسن 25 مشروع، وعندنا كمان في طالب عمل publication لـ IEEE paper. دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنسترس عليها دلوقتي في الـ MSA، ان طلبة الـ undergrad يبتدوا ينشروا ويفهموا يعني ايه research publication، لان ده طبعا هيفتح لنا افق واسع جدا ان احنا نبتدي نحتك بقى بالريسيرش ويحصل علينا evaluation للـ research work اللي احنا بنعمله، فده طبعا هيبقى من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا بنبتدي نشتغل عليها دلوقتي. I am really proud to say that I'm an MSA. First of all, thing this I have came to know a lot of new technologies that I have come to learn about it, which I wouldn't have known if I wasn't in the MSC University. So I'm really happy about that. This is the first of all. فكرة إن الفيدباكات إن إحنا كستودنت ما بيبقاش يعني عندنا overview أوسع شوية منهم، فهم بيدونا فيدباكات لحاجات إحنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها. استفدت كتير من الكورسات اللي خدتها، وده بالتالي قدر إن هو يساعدني في مشروع التخرج، وقدرت أوصل بيه إن أنا في حاجات future work بره. طبعا الفيدباك بتاع الدكتورز كان دايما بيجايد مي إن أنا ادور في الاماكن الصح، وان انا اعرف الانفورميشن الصح، واسال الفيلد اكسبرت الصح، وده خلاني اقدر اوصل للابلكيشن ان هو يكون فعلا يوزبل، ومن غير الجايدنس بتاعهم ما كنتش اقدر اوصل لده الحقيقه.